ده يا محامي، ده اللي قتل نهى. ايوه انا عارفاه، كان بيجي عندي ده. في حالته يا ست، ربنا يديك منك. حسبي الله ونعم الوكيل. هو لا يا حسن مهزيمه، ان شاء الله ربنا يسر الحق. بعيد عنهم يما، بعيد عنهم. هي اللي جالنا من تحت راسك. يلا يا ماما. يا حبيبي اختك ضاعت. حياة الله يا ماما، حياة الله. حبيبتي يا بنتي، اختك طلعت نهايتها بايديها. يا حبيبتي يا بنتي. يلا يا حبيبي، يلا وصلكم معايا في السكة. اتكل على الله، انت ما تشغلش بالك بيه. يلا يا حامد ما تشغلش بالك. اتكل على الله. ايوه يا نادين، عايز كل الاساتذه المحامين والشباب اللي تحت التمرين. الفريق كله يقابلني في المكتب بعد ساعة. ما اجي هقول. ادخل. سيب بيه. عامل ايه يا باشا؟ الاخبار؟ فك يا ابني الكلبش ده واتكل على الله. انا بصراحة مش عارف اقول لك ايه. التقرير ده من ساعة ما شفته انا مش فاهم حاجة. ما تقولش حاجة يا عصام، في لغز ولازم يتحل. مش هوصيك. لا يا باشا، ده اخويا. انا لازم امشي دلوقتي وارجع لك بالليل. اوكي. بقول لك ايه؟ هتقولي ماما ايه؟ تحب اسيبكم مع بعض 5 دقايق يا باشا؟ لا لا مفيش داعي. ما تخافش كده. طمن، انا هتصرف. خلي بالك على نفسك وارجع لك بالليل. اوكي؟